امتى تقولي ان طفلك متأخر في الكلام؟ الاربع حاجات اللي هقول لكم عليهم دول لو في طفلك لازم تستشير الطبيب، لانه كده محتاج تدخل لانه فعلا متأخر في الكلام. اول حاجة ان الطفل عند من عمر سنة لسنة ونص لازم الطفل يكون قايل بابا او ماما بطريقة واضحة او غير واضحة. من بعد سنة ونص المفروض الطفل بيفهم بعض الاوامر زي عيب، نو، بلاش، سيب، الحاجات دي. المفروض بيجي عند عمر 3 سنين بيقول جملة بسيطة من كلمتين لثلاثة زي مثلا بابا جه اشرب مية. المفروض عند 4 لـ5 سنين الطفل بيكون بيقول قصة قصيرة مفهومة إلى حد ما. لو الحاجات دي مش موجودة يجب استشارة الطبيب. أنا دكتور حازم رجب، استشاري طب الأطفال. شكراً.